منذ بداية الحرب في السودان وأنا أتابع يعني نقدر نقول لحظة بلحظة يعني من الليل الصباح وأنا أتابع الأخبار سواء من التلفزيون مباشرة سواء من التليفون حتى ونتحرك من التليفون يعني وين نتبع آخر الأخبار ونتبع المست ونتبع يعني آخر المستجدات في السودان طبعا لاعتبارات كثيرة أولا طبعا حتى الإنسان يبقى مطلع على الأحداث العالمية والأحداث الإفريقية والعربية، آه، ثانيا لأن السودان طبعا شعب شقيق وشعب يعني مضطهد ومظلوم وداخل في اجندة المخطط الصهيوني، هذه النقطة الثانية، وأنا عندي أصدقاء كثر سودانيين هنا في بريطانيا، أتابع معهم الأخبار وأتواصل معهم، آه، مثل ما قلت لاعتبارات كثيرة. النقطة الثالثة والمهمة انه انا نربط ما يحدث في السودان بتخوف تخوفنا او تخوفي انا لاني ممكن زايد عليها شويه تخوفي من المؤامره التي حيكت وتحاك ضد المنطقه ككل وضد الجزائر بالخصوص لانه ما يحدث في السودان مثل ما تكلمت اكثر من مره عنده علاقه وطيده بالمخطط الشامل اللي الذي يشمل مجموعه من الدول في الساحل والصحراء واهم دوله يعني اللي المخطط مركز عليها هي الجزائر وهذا الموضوع هذا تكلمنا عليه ابتداء من 2014 ومن ضمن بنود هذا المخطط تفكيك جهاز المخابرات اس ونجح جزء من المخطط للأسف الشديد وهو بداية لتنفيذ هذا الأجندة على أرض الواقع في الجزاء أه نعود نرجعكم نقطة مهمة وأساسية أنه قبل 2014 بالرغم من وجود جماعات إرهابية كبيرة وكبيرة جداً في منطقة الساحل والصحراء وما زالت موجودة لحد الآن في النيجر في مالي في تشاد في كثير من المناطق حتى في الجنوب الجزائري لكن المخابرات الجزائرية كانت تتحكم في الوضع وكانت تسيطر على المنطقة وكانت تخترق هذه الجماعات الإرهابية وبالتالي تفادت كثير من الكوارث اللي كانت تحضر لها المخابر الصهيونية إذا كانت النقطة الأساسية بالنسبة لي المخططين هي القضاء على جهاز المخابرات الديراس وبالخصوص مصلحة سكورات التي كانت تسيطر على مثل ما قلنا على الصحراء الكبرى الجزائرية وحتى بعض المناطق الإفريقية بما فيها ليبيا نيجر مالي كانت عندهم بعض العملاء وعندهم معلومات على تحرك الجماعات وكثير من الأمور إذا هذه أجزاء المخطط بما أنني أتابع منذ البداية الحرب أو منذ بداية الأزمة في السودان تابع تصريحات المسؤولين المسؤولين الأوروبيين الأمريكيين الروس كذا تابعت تصريح لوزير الخارجية الروسي لافروف وزير الخارجية الروسي قال أنه من حق السودانيين الإستعانة بخدمات مجموعة فاغنر قال من حق السودانيين الاستعانه بخدمات مجموعه فاغنر ولم يحدد اي طرف ما قال لا جماعه الجنرال جماعه السريع هذا هو التدخل السريع جماعه حمداتي او جماعه واسمه عبد الفتاح البرهان جماعه جيش السودان قال يعني جمله لكن هو تلميح طبعا لأن لافروف أراد أن يقول أن السودان أصبحت مرتع لأي تدخل لأي تحرك لأي فوضى مبرمجة في السودان وأنا في اعتقادي أن لافروف أراد أن يوجه رسالة للغرب خاصة لأمريكا التي جيشت المنطقة يعني حضرت قواتها البحرية بالخصوص المارينز رام موجودين على سواحل البحر الأحمر على سواحل أكبر ميناء سوداني اللي هو بور سودان اللي في الشمال يعني اللي طل على السواحل السعودية الأسطول أو الباخر البارجة الأمريكية المهمة موجودة في المنطقة تنتظر في الاشاره باش يدخلوا بالاضافه الى بعض القوات اللي وصلت خلال الساعات الماضيه لما قلنا انه فيه اجلاء بعض الرعايا الاجانب من السفاره الامريكيه وبعض القواعد الامريكيه طبعا عوضوهم بعناصر مسلحه اذا امريكا تنتظر يعني في الوقت المناسب للتدخل العسكري بشكل رسمي روسيا من خلال مجموعه فاغنر نفس الشيء تعطي إشارة أن روسيا مستعدة أنها تتدخل وموجودة مجموعة فاغنر إذا السودان راح تصبح بؤرة توتر وراح تصبح منطقة للصراع القوى العظمى والهدف الأساسي مثل ما قلت وأقول دائما وهو تقسيم السودان إلى الأقل على الأقل دولتين إذا لم يكن ثلاث دول ممكن جدا يقسموها ثلاث دول الجنوب يعني بالاضافه للسودان الجنوبي منطقه في الجنوب اللي هي يعني فيها قبائل وفيها حتى لغات مختلفه وفيها بعض حتى الديانات الوثنيه بالاضافه طبعا اغلبيه مسلمين لكن كاين بعض الاقليات اللي في جنوب السودان الحالي شمال السودان الشمال الجنوبي يعني ما بين السودان الشمالي والسودان الجنوبي كاين منطقه اللي ممكن تعلن استقلالها المنطقة الغربية اللي هي دارفور نفس الشيء اللي سيطر عليها جيش الانفصاليين أو جيش المرتزقة هذا هو جماعة الدعم السريع تبقى السودان الشرقية اللي هي الخرطوم تحت سيطرة جماعة عبد الفتاح البرهان اللي مؤيد أو مساند من قبل النظام المصري وحتى بعض الجهاد بما فيها السعوديه يساندوه نوعا ما اذا الصراع في السودان وصل درجه بصراحه لا تطاق او درجه لا عوده الذي يتخيل ويتصور ويعتقد ان الوضع في السودان يمكن اصلاحه في قادم الاسابيع والايام انا نقول له ما يحلمش للاسف الشديد السودان رايح لي هذا النفق المظلم. انا قلت قبل ايام او قبل يومين قلت كلام لكن الان بصراحه مضطر انني اعيد حساباتي لماذا؟ قلت انه ما هو موقف الجزائر وما هو موقف رئيس الجامعه العربيه اللي هو الرئيس عبد المجيد تبون من ما يحدث في السودان ويعني بطريقه قلت يعني لماذا لم يتدخل لماذا لم يعني يتدخل بثقل طبعا هو تكلم وكذا يعني بيانات رسميه لكن ما كانش بقوه الان انا نقول انه من الاحسن أن رئيس تبون لم يتورط في الملف السوداني من الاحسن نعم لانه بصراحه لم يكن بمقدور رئيس تبون فعل شيء لا كرئيس للجزائر، ولا كرئيس لجامعة الدول العربية. وممكن جدا كثير من الأطراف بما فيها العربية الخليجية أو الغربية أو حتى الصهيونية الإسرائيلية كانت تنتظر بفارق الصبر تدخل رئيس تبون بقوة. كانت تنتظر تدخل رئيس تبون بقوة وثقل وتصريحات وكذا حتى تورطوا توريطة كحلة وتصبح الجزائر بالفعل مستهدفة وتصبح يعني في خبر كان بصراحة أنا الآن بديت متابعتي مليح مليح للقضية السودانية وجدت أنه منذ البداية منذ السبت الماضي يعني السبت اللي بدأ فيه الحرب في السودان أه الخبراء الجزائريين خاصة ممكن الخبراء الأمنيين والخبراء يعني في الخارجية وجدوا أنه من الأحسن الجزائر عدم التدخل مباشرة ممكن توجيه نداء ممكن بيان لكن التدخل بثقل لا لأنه بصراحة لم يكن بمقدورنا فعل شيء لأنه الأمر مدبر والقوى التي تقف وراء هذه المؤامرة في السودان تعرف جيدا ماذا تفعل وتعرف أهدافها وتعرف إمكانياتها وتعرف عناصرها في السودان إذا الأمر أكبر منا بكثير الآن ليس أمامنا إلا صراحة ليس أمامنا إلا اهتمام بشأن الداخل وتقوية يعني إرادتنا الشعبية والرسمية في التصدي لأي مؤامرة خارجية والتحذير لما هو قادم أسوأ كل صراحة القادم أسوأ ومن الجنوب القادم أسوأ ومن الجنوب مثل ما أقول دائما والآن النظرية أصبحت واضحة وضوح تام